شفنا في الفيديو اللي فات ازاي عملنا ريجستر بالمالتي اوس. في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل معاكم في اللوجن وهنشوف هنعمل ده ازاي. مبدئيا هناخد الاتنين راوتس دول كوبي وهنسخهم تحت وهغير ريجستر اخليها لوجن. هنا بس دي الكابيتال وهدخل على اللوجن كنترولر زي ما احنا شايفين هو كده، وهدور على الاوثنتيكيتد يوزرز التريد ده واجيبه من الباكج بتاعته. تمام، هنسخ الميثود اللي اسمها شو لوجن فورم زي ما عملنا في الريجستر، هنسخها تحت هنا واخليها بس ادمن، وانسخ الميثود دي اخليها بدل شو ريجستريشن فورم تبقى شو لوجن فورم. ادمن لوجن وادمن لوجن بوست. تمام، والميثود دي هتبقى لوجن عادي مفيش مشكله. وهنسخ الميثود اللي اسمها جارد هطلع فوق خالص اخد الاسر الفصاد اللي اسمه اوس. والجارد هنا هتبقى ادمن. في هنا انا عايز بعد ما اعمل ريدايركت هنا في الحاله بتاعتنا دي هيروح للهوم، احنا لا احنا عايزين نروح للادمن هوم. فهاجي نعمل راوت جيت عادي خالص اسمه هوم لوجن كنترولر دوت هوم، او مثلا هنا مثلا خليه لوجن كنترول دلوقتي ات هوم، وده ادمن هوم. هعمل مسد هنا في اللوجن كنترولر اسمهم، طبعا المفروض بيبقى فيه كنترولر للادمن مثلا اسمه داشبورد. خلينا نعمله php artisan make كنترولر اسمه جو ادمن backslash داش بورد. تمام، هنلاقي جوه الادمن في داشبورد، خليه داشبورد كنترولر سوري داشبورد كنترولر، وهيبقى ريسورس جوه الادمن في داشبورد كنترولر في مست اسمها اندكس هترترن فيو. admin dash port فعلا دي موجودة، وفي الويب هيبقى شيل الاوس dash port controller at index. عايز بعمل بعد ما اعمل لوجن ريدايركت للراوت اللي انا عامله. طبعا ده مش هينفع اللي انا عملته ده مش هينفع، فانا هاخد الريدايركت تو دي وهعملها هنا في الميسونت خليها زيس ريدايركت تو، لان انا ما ينفعش في فوق في الكلاس اخد قيمه من فانكشن يعني مش اكتر، لكن انا ممكن احطها تكست عادي يعني. تمام، والجيس دي هعمل كولن ادمن، يعني هي لو مش عامل لوجن كادمن ما تدخلوش هنا. تمام، هروح دلوقتي اعمل لوجن باك سلاش ادمن سلاش لوجن لوجن. تمام، دخلنا على الادمن كنترولر على اللوجن. ادمن لوجن كده تمام،
هقول له أسامة تو at web cm sort. لقيته عمل لوجن بس حولنا على الهوم، لان انا في اللوجن قلت له روح على اللوجن ما تروحش على الادمن دوت لوجن، فخلي دي ادمن دوت لوجن. هعمل لوج اوت سلاش ادمن لوجن سام تو اترد باسورد. هو فعلا دخلنا على الادمن هوم، بس انا في مشكلة هنا انها بوست مش جيت. فعلا دخلنا على الداشبورد، فانا دلوقتي عايز اعمل لينك اللوج اوت. هنا انا عملت برضو ادمن جيت لوج اوت، وعملت على لوج اوت كنترول، وطبعا ورث الجوت اللوج اوت دي من التريت. هو هنا مفيش مثل اسمها لوج اوت، بس هنا في مثل اسمها لوج اوت، تمام. هتلاقيها تحت اهي لوج اوت، تمام. فانا لو روحت الادمن لوج اوت هتلاقيه وداني اللوج اوت. ادمن لوجن سمعتو هات ويب وداني طبعا تاني صفحة الادمن. خلينا نشيل التكست دي. بس هنا هنلاحظ حاجة، لو احنا حاولنا ندخل صفحة اللوجن دلوقتي المفروض يحولني تاني البيج دي، لا هو بيحولني اللوجن التانية بتاعت الديفولت بتاعت اللارافيل. لا انا مش عايز كده، انا عايز لما اوديه الهوم، لما كنا انا لوجد ان واروح على اللوجن يوديني الهوم بتاعت الادمن، اوكي، يرجعني تاني هنا. فده هيتم ازاي؟ انا هروح لل HTTP ميدل ويرز، في ميدل وير اسمه ريدايركت اف اوثنتيكيتد، هنلاقي فيه الميثود دي، تمام. هنسخه فوق قبليها واقول له اف الجارد يساوي ادمن ريدايركت راوت ادمن دوت هوم. خليني كده احاول اروح لللوجن، رجعني تاني، روح لللوجن رجعني تاني. لو عملت لوج اوت رحت لهم المفروض ما يدخلنيش هنا بقى، تمام. فهاجي هنا في الويب راوت جروب اخد بارامترز بتاعته، بعد كده فانكشن واحط ده جوه الجروب وهمسح دي واقول له هنا ميدل وير الميدلوير بتاعك اوس ادمن. لما اجي كده احاول ادخل على الادمن هوم وانا مش لوجد ان سلاش ادمن هوم وداني اللوجن، لا انا عايزه يوديني الادمن اللوجن ادمن لوجن، انا عايزه يوديني هنا، تمام. فهاجي في ويب اكسبشن هاندلر وهحط الميثود دي. المثل دي بتقول له لو انت جاي لك جيسون هترجع له ان اوثنتيكيتد، بعد كده لو انت جاي من الادمن، لو انت ادمن او جاي من الادمن وديني اللوجن ادمن، تمام. الكلام ده لو انت مش لوجد ان، اوكي.
فخليني كده اروح تاني هوم عشان انا مش لوجد ان، هيديني بعد ما حطيت الميثود دي هيديني ايرور او يوز لسنت لكلاس معين فوق هنا، اعمل سيمي كولون. رفرش تمام ادمن، بس هو وداني بس غلط، المفروض توديني للادمن ادمن لوجن. روح تاني ادمن هوم، لقيته وداني فعلا للادمن لوجن 3 او 2 at web password، وداني ادمن هوم. عايز اروح اللوجن، رجع لي من الهوم لوج اوت، وداني اللوج اوت. هروح ادمن هوم، وداني اللوجن تاني كده. تمام احنا خلصنا موضوع اللوجن مالتي اوس، فاضل بس كده الريسيت باسورد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لكم.